دعاء السحر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء السحر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المجيد سبحانه وتعالى هو اسم من أسمائه عظيم، ورد في كتاب الله في موضعين، في قوله سبحانه وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وورد أيضا في قوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة، ومعناه واسع الصفات كثير النعوت، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن ولا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. سبحانه لا مجد إلا مجده، ولا عظمة إلا عظمته، ولا جلال ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله. أسماؤه كلها مجد، صفاته مجد، وأفعاله مجد، وأقواله مجد، وهو الممجد في ذاته وصفاته. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأراضين، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فنسألك يا الله باسمك المجيد وأنت الفعال لما تريد، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.